مرة أخرى مشاركة رام بجد التحية مع حضراتكم في هذه الفقرة الهامة هنكلم فيها عن زينة رمضان والحقيقة من الأشياء الجميلة اللي بتضيف لهذا الشهر بهجة وسعادة وبتميزه كمان في احتفالاته هي زينة رمضان وتحديدا الفانوس. زي ما حضراتكم عارفين أيضا اختلفت الكثير من القصص حول فانوس رمضان، ولكن أشهرها المعز دين الله الفاطمية حينما دخل مصر كان من الأشياء الجميلة اللي كان بيعملها استطلاع هلال شهر رمضان، وكان بيصطحب الأطفال وكل الأهالي في القرية لاستطلاع هذا الشهر الكريم، وهم خارجين باستطلاعه طبعا الهلال كانوا بيصطحبوا اول حاجه الشموع، ثم بعد ذلك صنعوا هذا الفانوس وكان بداخله الشمع له تضيء للمعز الدين الله الفاطمي وهو رايح يستكشف الهلال بعد صلاه المغرب. ومن بعد ذلك اصبحت عاده فانوس رمضان موجوده داخل الدوله المصريه والكثير من الدول الاسلاميه، اضيف اليها بعد ذلك الزينه اللي على هيئه خياميه ومدفع رمضان والشوارع والبيوت. الحقيقه في هذا الشهر الكريم تبقى مزينه باكملها بكل هذه المظاهر الجميله. الحقيقه عندنا في مصر عادات وتقاليد في غايه الروعه، خاصة في هذا الشهر الكريم أهمها هذه الزينة اللي مش بس كمان بتفرح الصغار والأطفال، لكن بتدي بهجة للكبار والشيوخ وكل الناس اللي موجودين في البيت. أنا واحد من الناس لما رجعت كده ولقيت جيراني في العمارة مزينين العمارة بزينة رمضان دخلت كده مبسوط، عندي بهجة وفرحة وسعادة رغم أني كنت متضايق من موقف، ولكن لما شفت هذا المنظر الجميل عندي في العمارة بتاعتي أكيد فرحت. وكل واحد حتى هو ماشي في الشارع بالعربية بتاعته حتى مترجل بيشوف المحلات وبيشوف الشوارع اللي هي موجود في هذه الزينة، طابع جميل وطابع خاص موجود في هذا الشهر الكريم اللي كله روحانيات وكل الحقيقة حاجات جميلة. أتمنى رب أن نختنم هذا الشهر الكريم في التقرب لربنا سبحانه وتعالى، وأن نكون دائما عند حسن ظن ربنا فينا، وإن شاء الله بإذن الرحمن أن نكون من أهل الجنة في هذا الشهر الكريم. عشان كده احتفي مع حضراتكم في هذه الفقرة ونتكلم أكتر عن زينة رمضان، اختلافها زمان عن دلوقتي، إيه التطورات اللي حصلت، أنواع فوانيس رمضان اللي كان زمان مقتصر على الفانوس الصاج أو الصفيح، بعد كده لقينا الفانوس اللي على هيئة خيامية، غزا شوية موضوع الفانوس الصيني اللي على هيئة ألعاب محمد صلاح والحاجات الجميلة دي اللي بيجذبوا بيها الأطفال، ولكن رونق الفانوس المصري الفاطمي الأصيل لا يعلى عليه الحقيقه ومحدش يقدر يعني ينافسه مهما كان. عشان كده برحب بضيفتي العزيزه اللي منوراني في هذه الفقره الاستاذه نسرين كامل خبير تربوي وايضا ديزاينر. برحب بك يا فندم وتحياتي لحضرتك، كل سنه اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب والامه الاسلاميه بكل خير، اهلا بحضرتك يا رب العالمين. هبدا مع حضرتك بقى بفانوس رمضان. اختلاف فانوس رمضان زمان عن دلوقتي، شفنا يمكن مؤخرا زي ما قلت الفانوس الصيني اللي على هيئه العاب اللي هو لا يمت ولا بصله بالفانوس العادي او التقليدي، ولكن يعني بيحاولوا يدخلوا موضوع الاغاني المعروفه في هذا الشهر الكريم عشان يجذبوا بيها الاطفال. وايضا هذا الفانوس هل استطاع ان ياخذ رونق الفانوس القديم ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شهر رمضان زي ما ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، ربنا جعل شهر رمضان زينة الشهور وزينة الأيام، فشهر رمضان مرتبط معانا بالزينة ومرتبط معانا بالبهجة ومرتبط معانا بالأنوار وبالأضواء لما في الشهر ده من روحانيات كثيرة جدا، تلاوة صلاة قرآن، في بهجة في سعادة، ربنا أنزل فيه البهجة والسعادة. من أهم المظاهر لرمضان هي مظهر زينة رمضان، أولا بترتبط معنا ارتباط نفسي كأسرة أو كعائلة أو كمجتمع في أي مكان. من مظاهر رمضان هي زينة رمضان، بتجتمع الأسرة أو بتجتمع كل الأسر أو بتجتمع الجيران، بتجتمع الأهل، بتجتمع الأصدقاء على تزيين المكان اللي هم موجودين فيه، نوع من الاحتفال برمضان أو الحفاوة بالشهر الكريم. صحيح. كان زمان زي ما حضرتك تفضلت قلت من أيام المعز لدين الله الفاطمي ارتبط الفانوس بشهر رمضان. كان الفانوس الأول للشكل التقليدي بتاعنا، الفانوس خد كل فترة زمنية بياخد الفانوس الشكل المعين بتاعه أو الفترة الزمنية اللي احنا عايشينها فيها، ابتداء من الفانوس اللي بشمعة، الفانوس الصاج، الفانوس البلاستيك، الفانوس اللي بقى بالخيامية، الفانوس اللي بقى حاليا الصيني، الفانوس اللي وصل لدرجة ان احنا بقينا زي ما حضرتك قلت بأشكال النجوم بأشكال محمد صلاح. فكل فترة زمنية معينة بياخد تطور، بيتطور الفانوس مع التطور الزمني اللي احنا عايشين فيه. صحيح. يمكن وانا بدردش مع حضرتك قبل الحلقه قلت لك ما شاء الله الزي الجميل اللي حضرتك لابساه مصممه خصيصا لهذه الحلقه، كلميني بقى عن الزينه الجميله اللي مدينا الحلقه طابع رمضان. ربنا يخليك، ده ديزاين انا عاملاه فانوس رمضان، انا بحتفل فانوس رمضان، انا من الناس اللي بحب احتفل او اي حد بنحب نحتفل برمضان، بنحتفل بيه في تزيين البيوت بالفوانيس بالمفروشات بالزينه اللي احنا بنعملها. صحيح. بتختلف ليها اشكال كتيره، انا واحده من الناس بحب اعمل ديزاين او بحب اعمل ديزاين خصوصا في شهر رمضان، خاص بشهر رمضان. صحيح. بحب استخدم الخياميه
ولبس الخيامية بستخدمها في شهر رمضان، بحب وانا داخلة في رمضان بحس ان انا لابسة حاجة مش لازم، انا مش هبقى ماشية بفانوس، احنا كبرنا مش هبقى ماشية زي الاطفال بفانوس، فمفيش مانع ان انا احس ان انا في شهر رمضان، بعمل ديزاين بقى بشهر رمضان فانوس رمضان. احنا كمان حضرتك جايبة لنا يعني بعض المجهولات الجميلة زي اعتقد شنطة رمضان، الحجاب الخاص بالخيامية، بكار، الحاجات اللي احنا مفتقدينها يعني، برامج بكار اللي كانت بتعيشنا برضو مود شهر رمضان، وشنطة كمان هاند باج. كلمينا بقى على الحاجات الجميلة ديت وفكرتها جات لحضرتك ازاي؟ الفكرة جت ان كل طفل بيحب يبقى حاسس ان هو في شهر رمضان. صحيح. بنرتبط احنا بأذهاننا مع الشخصيات اللي هي بتاعت رمضان، فطوطة، بكار، نيلي وشريهان، اللي هي الشخصيات المرتبطة معانا بالشهر الكريم. صحيح. حب الأطفال الطفل، ما بقاش حب بنت تحب تستخدم الطرحة. بدأت استخدم الطرحة بتاعت البنت او الخمار بتاع الصلاة هي هتصلي بيه بالشكل بتاع الخيامية، ودخلنا فيه شكل الخيامية. ممكن شنطة تستخدمها في الصلاة وهي رايحة المسجد، تحط فيها مصحف، تحط فيها المصلية بتاعتها، تبقى ماشية بيها بشكل رمضان او بزينة رمضان. فحبيت ان انا يبقى فيه ديزاين خاص او كوليكشن معمول لرمضان. هرجع مرة تاني للفانوس، واعتقد يعني الديزاين بتاعه جميل، تصميم حضرتك يعني هو خيامية ولكن هو خشب على فكرة. يعني تشوفه وتحس انه قماش خيامية بس هو في حد ذاته خشب، ودي الصناعة المصرية اللي احنا كنا دايما بنقول يا جماعة شجعوا المنتج بتاع بلدكو. عندنا الخشب على فكرة قوي جامد، مش خفيف او بايظ او يتكسر، ممكن يقعد معاك اكتر من سنة مش سنة واحدة. تاني حاجة الديزاين بتاعه جامع ما بين الخيامية اللي انت تحب تشوفها موجودة عندك في الشقة، وتاني حاجة خشب الماتيريال بتاعه قوي، ممكن ده نحطه على السفرة، نحطه في الصالون، تزيين ده كديكور، كديكور في البيت يبقى موجود معانا، مدينا شكل الخيامية. صحيح. الخيامية هي فن مصري أصيل، هي أصلا يمتد جذور الخيامية دي للعصر الفرعوني، يعني لقوا في أحد الملوك الفراعنة موجود معهم جزء من الخيامية، مش الشكل العادي الخيامية، هو شكل يشبه الخيامية. الخيامية هي فن مصري بحت، يعني مش هتلاقي الخيامية دي موجودة عندنا. صحيح. في مصر. صحيح. خيامية لأن هي كانت بتعمل، كل بلد بتعمل الخيام بتاعتها. خلينا نقول لحضرتك يمكن يعني شيء بالشيء يذكر، أنا كنت بعمل فقرة عن فانوس رمضان وزينة بتاعت رمضان من أسبوع، كنت بسجل في تحت الربع ومنطقه السيده زينب طبعا اللي بتشتهر في الغوريه او الازهر. الله ينور عليك في الغوريه. عايز اقول لحضرتك انا سجلت يمكن الاغلب من الاشقاء العرب من السعوديه، من العراق، من الكويت، من سوريا، من كذا دوله عربيه جايين مخصوص عشان يشتروا الفانوس المصري، يشتروا القماش الخياميه اللي بيزينوا بيهم المحلات بتاعتهم، سواء اخواننا السوريين بيزينوا بيهم البيوت او الفيلل بتاعتهم. عايز اقول لك واحد بيقول لي انا جاي مخصوص يحضر اول 10 ايام في رمضان، منها ان هو يعيش هذا الجمال وهذه العادات التقليديه المصريه الجميله، ثاني حاجه يشتري الحاجات الجميله دي ويحطها عنده في بلده. فاعتقد ده يؤكد ان العراقه في الاحتفال بهذا الشهر الكريم هي مصريه في الاساس ومصدره للكثير من دول الاشقاء، ودي حاجه تشرفنا في المقام الاول. ثاني حاجه بتضيف البهجه للعرب. فشايفه هذه الامور ازاي بتغير من مود الواحد، ازاي بتدخلنا في هذا طقوس هذا الاحتفال، دورها لما تلاقي كده اشقائنا العرب كمان رساله لما يحتفلوا معانا ويشاركونا هذه الاحتفالات والاجواء. طبعا لاني اولا ده فخر لينا كمصريين، احنا مصريين عندنا حس فني عالي جدا بيشهد له كل العالم العربي. المصريين هم يعني مش عايزين نقول بس أساس الرقي، وهم من صنعوا الحضارة في بلاد كتيرة جدا، هم من علموا الحضارة وعلموا الثقافة وعلموا الفن لمعظم الدول العربية أو الدول الأجنبية. نعم. إحنا كمصريين بنتميز بالطبع ده. الخيامية أولا هي فن متقن جدا، فن راقي. صحيح. جدا، فن فيه مزيج من الألوان ومزيج من الأشكال الهندسية، هو فن مصري بحت كان منتشر زي ما قلت لحضرتك من الأول من أيام الفراعنة، بس ازدهر في العصر الإسلامي. نعم. أشكال بتاعته بتاخد أشكال أرابيسك الإسلامية. بيجي كل فنان يبدع في لوحة هي عبارة عن تابلوهات فنية، لو حضرتك تخيلتها تلاقيها عبارة عن مزيج ما بين الرسم. صحيح. الفني ما بين الألوان المتناغمة المتناسقة جدا، بتصدر. صحيح. ألوان متميزة لينا. صحيح. ده بيميز مصر، بيميز. صحيح. أي دولة. صحيح. بتيجي تدور على التراث بتاعنا. صحيح. بتيجي تدور على إحنا بنعمل إيه في رمضان. أوكي. صحيح. لأن إحنا مصدر الحضارة، مصر والمصريين إحنا مصدر الحضارة. لا، وجمال الخيامية إنك بتستعمليها في كذا حاجة، إحنا بنستعملها كحوائط الديكور عندنا، في ناس بتستعملها كمفارش للبيت، كمفروشات للبيت، كدلوقتي بقت الأنتيكس موجودة في الأنتيكات. صحيح. الموجودة في البيت بقى التراث بتاعنا أو الموروث بتاعنا، الموروثات الثقافية بتاعتنا. نعم. زي عربية الفول، عربية الكنافة، عربية اللي هو بتاع العصير.
قطع الرقصوص، كل المظاهر الاحتفال برمضان بقت تجسد حاليا بالخيامين. نعم. وشغل الخياميه ده لما فيها من روعه تصميم ودقه اداء ونقوش بتخلي في نفسيتك ابتهاج شديد. نعم. دخل نفسنا البهجه بمجرد ما يجي شهر رمضان مرتبط مع شهر رمضان الزين. صحيح. اول ما بتلاقي الزينه بتلاقي نفسك لا شعوريا مبتهج، بتلاقي فيه نوع من الود والترابط الاسري. صحيح. لما تلاقي اسره او تلاقي في مجتمع العيله من اول ما بتبدا عائله بتلاقي كل اسره بتبدا تعمل زينه رمضان. تمام. بتلاقي الجيران بيتلموا. صحيح. فهي بقت رابطه بتربط. لا ده زمان كنا بنجيب الورق والعجين. صح. دلوقتي اختلفت. ايامنا كنا بنعمل بالورق الجرايد. بعد كده تطورنا بقينا نعمل بالورق الملون ونلونه بايدينا. بعد كده تطورنا ورق الحلويات. ورق الحلويات بقى الشيبسي كياس الشيبسي. صحيح. ايوه جميل. ارجع تاني للديزاينات بتاعت حضرتك، وهل ممكن يعني الست في البيت تصنع من نفسها الاشارب مثلا؟ بمنتهى البساطه دي اشكال بسيطه جدا. اوكي. دي عباره اهي اتفضل. دي قماش اي قماش عادي موجود عندنا بالالوان بتاعتنا بالاضافه الى قماش الخياميه الموجوده. مش واخده مساحه بقدر مش واخده مساحه يعني. ما تاخدش 4 متر يعني. هقول لحضرتك تقدر بمترين او بثلاثه نظرا للظروف الاقتصاديه الصعبه. صحيح. والغلاء الاسعار والاسعار المبالغ فيها. انا اقدر كاي ست بيت بمنتهى البساطه اقدر اعمل فانوس رمضان. كان الاول فانوس رمضان ممكن نقدر نشتريه جاهز، دلوقتي بقى فيه بيتباع في الغوريه وفي الحسين وفي الازهر عباره عن سلك. صحيح. الفانوس بيبقى السلك. احنا بنشتري الخياميه، الخياميه بيبقى ايه المتر بتاعها لا يتعدى 50 جنيه. صحيح. نقدر ب 2 متر او ب 3 متر نعمل زينه رمضان. 30 جنيه في تحت الربع يا فندم. بالظبط. المتر التقيل كويس. اسالينا لسه عنه. اسال حضرتك خدها وانا تحت برضه. فبجد فما بقاش عندنا ما فيش داعي ان احنا كلنا عايزين نبتهج وكلنا عايزين نفرح بقدر الامكانيات المسموحه عندنا. صحيح. بقدر امكانياتنا نقدر نستغل كل الموجود عندنا بمتر او بمترين نعمل كل زينه رمضان. صحيح. نعمل ستاير، نعمل مفروشات، نعمل فوانيس لرمضان، نعمل خمارات للبنات، نعمل اسدالات، نعمل لو الطاية الجميلة اللي عجباني بتاعت الاطفال. دي بكار وفطوطة وفي دياس دي هناك. دي الاشكال، دي من اشكال الخيامية يعني. الخيامية الاول كانت بتاخد بس الشكل الاسلامي. دلوقتي اختلفت الخيامية بقت ليها شكل اللي هي المجسمات الرمضانية، الصور الرمضانية بتاعت الاطفال اللي احنا بنحبها متعودين عليها. لو يفرحوا بيها جميل يعني، عارف لو ابنك كده لابس رايح يصلي التراويح مع باباه بيبقى مبسوط حتى وفرحان، بيبقى حاسس ان هو لابس رمضان ومبتهج. هو مش هيروح يصلي، بيبقى احيانا ماسك الفانوس في ايده بيخاف على الفانوس تتكسر. دلوقتي بقى يمسكه يلبسه لبس رمضان. تحت الطواقي دي شنطه يعني، شنطه هاند ميد او كروس هاند ميد او كروس، صح كده؟ في شنط. ادي دي برضو شنط من الخياميه معموله. اوكي. معلش لا ولا يهمك. دي شنطه بسيطه جدا قماش خالص وشيك جدا بسيطه جدا وشغل هاند ميد. وبيها سوسته بحس ان انا استخدمها استخدام عادي، استخدام بسيط وسهل جدا. ان انا اقدر احط فيها مصحف، اقدر احط فيها مصلي. تمشي رجالي ونسائي صح كده؟ والله حسب الالوان هي تستخدمها. في اي شكل او في اي مش لازم في شهر رمضان، ممكن بعد شهر رمضان استخدمها للنادي. ما ده اللي انا كنت اسال حضرتك عليه. هل زي اللي حضرتك مصممه ومثلا زي الشنطه ديت هل مختصره فقط على شهر رمضان؟ لا. ولا ممكن نستخدمها بقى ايام السنه؟ لا هتستخدم في ايام السنه عاديه. هي بالعكس، هي لان الالوان بتاعتها الوان مميزه جدا والوان. صحيح. بسيطه والوان تتناسب لنادي مع اطفال لخروج في اي وقت تستخدمها البنات لشنط. ممكن البنات، في بنات بتستخدمها في الجامعه. تمام. بيروحوا بيها الجامعات، في بنات بيستخدموها للدرس، بيروحوا بيها الدروس بعد الظهر، في بنات بتحب تروح بيها المدرسه. صحيح. في شهر رمضان فليها استخدامات كتيره جدا وبمنتهى البساطه وباقل تكلفه بنقدر نعملها ونستخدمها. طيب. لكل الناس اللي بيشوفونا دلوقتي وحابين، بما ان حضرتك ديزاينر ومصممه، حابين يعني يضيفوا لمسه جماليه في بيوتهم في السفره، طبعا انت عارفه العزومات في شهر رمضان بسم الله ما شاء الله لازم السفره دي مليانه من اولها لاخرها وحوافها كده. طبعا اكيد طبعا الحفاوه المصريين وكرمهم. بالظبط كده. فتقترح علينا ازاي ممكن نزين السفره بتاعتنا بالخياميه، كمان الصالون بتاعنا؟ في ناس بتحب تحط على النيش عشان تلفت برضو الحاجات اللي متكلفة. هي بتستخدم كمفروشات. لو انا عندي سفره هبدا اعملها من اول مفرش السفره. اقدر استخدم السفره بمفرش السفره بشكل الخياميه. اقدر استخدم اللي هي القاعدات اللي بتتحط تحت الاطباق بشكل الخيامية. أقدر أستخدم علبة المناديل أستخدمها أعملها بشكل الخيامية. كل المفروشات موجودة بشكل الخيامية. الخدديات تستخدم بشكل الخيامية. في الباف اللي بيقعد في الأرض في الأرضية بيبقى بشكل الخيامية. نقدر الخيامية نستخدمها في الجميع. في ركن زي اللي ورانا دي بالخيامية. اللي عنده أنتري، اللي عنده ريسبشن، عنده أي مكان يقدر يزينه بمفروشات بسيطة جدا من الخيامية بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. تمام. صار نحن نستخدمها.
طيب الخيامية بقى اللي زي اللي احنا معلقينها دي، اعتقد دي هاند ميد، يعني احنا شاريناها كده بس ممكن احنا نعملها كمان في البيت دي نقصقصها. دي حضرتك الاشكال بتاعت الخيامية الموجودة عندنا هي بتبقى عبارة عن اشكال هندسية. نعم. نقدر بمقص بسيط جدا نمشي على نفس الاشكال احنا عاملينها. يعني انا الاشكال اللي انا عاملاها دي، ادي شكل ده الشنطة برضو. سوري مش ادي دي رشيدة، دي الحاجات دي على الخيامية. انا كل اللي انا عملته ان انا فرغت الاشكال دي وحطيتها على شنطة عادية جدا، وادي الخيامية. صحيح. الشكل القماش بتاع الخيامية. صحيح. بقت شنطة للنادي، شنطة للخروج، شنطة لأي مجال اقدر ان انا اخرج بيه بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة وبأقل تكلفة. الحاجات دي ممكن يشتروها ازاي؟ يجيبوها منين؟ يعني موجوده في المحلات، موجوده في الاسواق، شغل هاند ميد. في ناس بتاعه شغل هاند ميد. اوكي، في دلوقتي بقى الماركتنج الالكتروني بقى سهل جدا انك انت تعمل اي حاجه وتعرضها على الانترنت، بيبقى لها سوق خاص. في ناس بتعمل محترفه، انا هاويه بحب اعمل الحاجات دي كهوايه. حاجات جميله بسم الله ما شاء الله حضرتك. دي بحب استخدمها في بيتي، بحب استخدمها ليا، بحب استخدمها لاولادي الاطفال، بحب استخدمها البنوته بتاعتي الاحتفال بشهر رمضان. احنا كده بقى زي مامتها اكيد بتساعدك وتعلميها. صح كده؟ اه جدا بتحب الحاجات دي. فبمنتهى البساطه في ناس في ناس عندها حرفه بتحترف هذا المجال ده وبتسوق عن طريق الانترنت او بتعمل حاجات وبتنزلها في الاسواق، بتبيعها في الاسواق بمنتهى السهوله وباسعار كويسه جدا، وكل الناس بتشتغل. اللي عايز يشتغل بيشتغل. زينة العماره تفضلي فيها ايه في المدخل؟ يعني الناس اللي حابه تزين المدخل بتاعها قدام العماره، هل في بلاستيكس؟ دي مع الشمس والحاجات دي بتبوظ شويه، يعني تنصحيهم بما ان حضرتك بقينا دلوقتي برضو نستخدم القماش بتاع الخياميه، انه عباره عن قص مثلثات، مربعات، دواير، اي اشكال. لو احنا هنجيب قماش ونعملها، لو احنا هنجيب قماشه وهنعملها، يا اما احيانا برضو بقيت تتباع جاهزه. الشريط اللي بيتباع 500 بيتباع هو عباره عن حبل بس بسيط. صحيح. وتجيب القماش، في منه كرتون وفي منه قماش وفي منه بلاستيك. بمنتهى البساطه لو اطفال، لو اطفال مع بعض الاطفال بيجوا يعملوا، يعني انا عندي ولادي في البيت عملوها. بنجيب القماشه بتاعت الخياميه متر واحد للخياميه وحبل ومقص، هتتقص بشكل مثلثات بشكل مربعات وبمسدس شمع او بخيط، طفله صغيره هتقدر تعملها وفي منتهى البساطه بيتعلق شهر رمضان. الهدف من ده مش بتبقى بس ان هو بيبقى فيه فرحه نفسيا او تربويا، هنتكلم في الجانب التربوي بقى. صحيح. ان الاطفال بقت تحب المجال ده، لما طفل بيبقى حاسس ان هو بيصنع بيبقى سعيد جدا، يعني بتعمل نوع بيشارك بيشارك الحاجه بيحافظ عليها بعد كده وبيحبها. بتبقى في نوع من الترابط الاسري، ما بيبقى في نوع ما بين الترابط الاجتماعي ما بينها، تلاقي كل منطقه كل الاطفال بتاعتهم بيتجمعوا. صحيح. مع بعض، بيبقى الاحتفال بشهر رمضان من اهم المظاهر الموجوده. ودي اللمه الحلوه. خليني اقول لحضرتك، انا من الصعيد ومن سوهاج، كنا زمان واحنا اطفال دخلت رمضان قبل رمضان ب10 ايام احنا كنا بنجهز للزينه دي، كنا ما كناش بنشتريها، كنا بنعملها. تلاقي احنا بنحوش بقى كيس الشيبسي، كيس شوكولاته، الورق والحاجات دي. الميزه انك انت تصنعيها، ولما بقى كل الاولاد بتوع الشارع بيشاركوا في الصنع ده، حتى السيدات في البيوت، فدي ميزه رمضان وقيمه هذا الشهر الكريم. طبعا دي روحانيات رمضان، روحانيات طبعا، والوحده كله بيتوحد. عايز اقول لك كان اللي بيساعدنا في ده اشقائنا وجيراننا المسيحيين. بنبقى موجودين كلنا مع بعض ايد واحده، ما شاء الله. يعني كل هذه الظواهر نحتفي بها في مصرنا الحبيبة، ودمر علينا يا رب هذا التجمع الجميل، وكل سنة وحضراتكم طيبين. الحقيقة أنا بحيي حضرتك على الشغل الجميل ده، دخلتينا في جو جميل من الجوية الرمضانية وتحديدا في الزينة تخصيصا. بشكر حضرتك جدا يا فندم، بحيي حضرتك. نتمنى يا رب الشغل بتاع حضرتك ده يكبر ويكبر، عشان أنت عاملة أشياء جميلة، لازم كل الناس الحقيقة يعني يكون عندها على الأقل يعني خلفية عن هذا الموضوع. ميرسي جدا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا ليكي أستاذة نسرين كامل، خبير تربوي وأيضا ديزاينر، شرفتيني يا فندم. تحياتي لحضرتك، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيب، ميرسي يا فندم. لسه مكملين معاكم مشاهدينا الكرام، ان شاء الله بعد الفاصل نرجع مع حضراتكم نستكمل الخيمه الرمضانيه على شاشه مصر الزراعيه. انتظرونا.